مين اللي يتحمل الثلاث تجوال في الزمالك الاول؟ الهدف الاول الاولاني عبد الغني، عبد الغني، ويشاركوا ابو جبل فيه. ماشي، لان المفروض ان انت كره ما تردش بالشكل ده. متفق ابراهيم ولا لا؟ ابو جبل يعني الشوطه كانت مش قويه قوي، بس هو تردد يمسكها. هي ممكن تكون عامل بند قدام. لا ما عملتش بند. زحلقه. ما عملتش بند خالص. اتزحلقت ممكن. لا ما عملتش بند خالص. لا لا اتزحلقت الشوطه، بس هو تردد يمسكها ولا لا. اصل بص، التاني رقص الترقيصه البلدي دي، فبقى هو جون. فممكن يكون هو ما لحقش، هو ما كانش متوقع انها هتمشي بالشكل ده وانها هيشوط كده بصراحه. ماشي، متفقين يعني عبد الغني وابو جبل. خلاص يعني مثلا عبد الغني بنسبه 90% الجزء الاكبر عبد الغني. لان ما ينفعش ان انت ترقص ترقيصه زي دي صراحه، يعني سهل جدا. متفق كده مع الكابتن. دي كده تمام بصراحه. ماشي، الثاني الاثنين مساكين. طب نسمع من ابراهيم. طيب. بقى واحد واحد عشان ما يبقاش بيقول موافقه على طول. هيبقى برضو ما بين الونش وما بين اللي كان اسمه الناشئ اللي هو اللي حسام، كان حسام عبد حسام عبد المجيد. هم دول ما فيش مراقبه جوه 18 تماما. متفق. اللي متفق بس يشيلها اكتر حسام عبد المجيد، لان مفيش مساك يبقى بايع نفسه بالطريقه. مش هو شايف الكوره، مش لان شايف الونش حب يلحق ينقذ ما يمكن. برضو انقذ ما لحقش. برضه خبره الونش برضه في الفتره الاخيره يعني اشدت بيه ان هو بقى كويس. معلش يعني بس هو كان مع حسام يعني برضه كان ممكن يوجه. لا معلش، ما هي دي بتفرق يا كابتن. ماشي، اصل هي يعني كره راحت وجت والراجل قام جاي عمل بس قعد فتره يعني قعد فتره على ماشي بس هو ماسك حسام يعني مش اتعملت مره واحده. دي برضه توجيهات. هو ماسك انا فاهم بس توجيهات يا كابتن رضا. يعني لازم يبقى في توجيهات. هو ممكن يكون قال كده. انا لسه هقول لكم انتوا جايين توافقوا بعض يعني. انا ما هي التوجيهات. انا مدافع بوجه اللي قدامي، وحتى لو ولد صغير بوجهه ويسمع كلامي، لان في الاول والاخر مصلحه الفرقه. طيب هو دخل جون بس ما مسكش، دخل جون وقلبت المباراه. بس هو الثاني كان مع مع حسام حسن وحب ان يلحق. كابتن ما هو المدافع ايه؟ انا عارف ان انت بعيد عن المدافعين خالص، يعني خليك انت في خليك في الحته بتاعت نص الملعب. دي مش عايزه فقاقه يعني. ما انت ما انت خليك في الحته بتاعت نص الملعب يا حبيبي. المدافع المفروض ان انا بوجه مش ابراهيم سعيد. ده مش ابراهيم سعيد، ده لسه بيقول يا هادي. لا انا بتكلم على الونش يا كابتن. لا ما انا ماسك حسام حق الونش، ماسك بوجه. انا بوجه. هو مين الفرود الصريح؟ كان حسام. هو الراجل معاه، فلما عدت الراجل هو حب من البدايه يا كابتن. بوجه من قبل ما الكوره ما تتعمل. ممكن يكون موجه بس الواد صغير ما عملش. لا ما فيهاش صغير. ما يا حبيبي صغير ده ما بيطلعش جنب. صلوا على النبي. الهدف الثاني مين يتحمله؟ الونش. انا بقول الونش. حضرتك لا حسام عبد المجيد. انا بقول الونش عشان هو اللي هو الوحيد. هو يا حبيبي ما ماسك هو يعني هو الكابتن. كابتن الدفاع يعني. الهدف الثاني ايوه كابتن الدفاع، بس هو ماسك الاخضر حسام عبد المجيد عشان توجيهه. ماشي، الجون الثالث. الجون الثالث طبعا حسام عبد المجيد، وهو اللي خلى ابو جبل بقى كده. لان هو لو خد الخطوه دي لجوه اسلام الخطوه بس. يعني انا كنت بقول عبد الغني ليه؟ لان خبره. بدل ما الكره الطب كان هو قبل ما الطب يوقفها، هو سبق الطب ليه؟ فعدته في اللحظه اللي ابو جبل خارج عشان يلحق التاني حطها من فوق. بس حسام عبد المجيد يشيلها، وده مش ذنبه، ده ذنب الراجل اللي لعبه في الحته. حسام برضه عشان برضه الولد مش عايزين برضه يعني يجي عليه، هو لسه صغير. بس هي المفروض الكره اصلا يعني قالب بيه كوره في الدفاع ان الكره ما تطبش كده خالص. وبرده ابو جبل يعني عارف يا كابتن برده خروجه كان ما هو يعني ما تسرع شويه ما لحقش. ما هي اول ما طبت عايز يلحق فحسام شايفه قام عاملها.